يعني نسمع كثيرا عن القالون ويتكرر اسمه في كثير من الأعراض ومن كل شخص لشخص يشتكي من ألام الجهاز الهضمي. للمزيد نرحب بضيفنا هنا بالاستديو الدكتور خالد بن علي الحازمي، استشاري جراحة عامة وجراحة المناظير وجراحة القالون والمستقيم. حياك الله دكتور خالد. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. يا أهلا وسهلا دكتور. بداية يعني إلى تتحدثنا عن ليش بدينا نسمع كثير عن هذا المرض؟ أول حاجة نعرف ما هو القولون. نعم. أوكي. القولون هو جزء من الجهاز الهضمي، والذي يمتد من الأمعاء وتمتد من الأمعاء الدقيقة إلى المستقيم. نعم. ويسمى بالأمعاء الغليظة، وهو يتكون من 5 أجزاء. الجزء الأول اللي هو القولون الأعور ومعه الزائدة الدودية. نعم. ثم يتمدد ليكون القولون الصاعد والقولون المستعرض، ثم القولون النازل والقولون السيني أو المنحني. ووظيفة القولون في الأساس هي امتصاص الماء وبعض المواد الغذائية، بالإضافة لتحليل بعض المواد العضوية بواسطة البكتيريا الموجودة في القولون وتسمى ببكتيريا الفلورا. هذا هو الوظيفة، هذا هو القولون وهذه وظيفته الأساسية. طيب دكتور خالد، كيف أعرف أنا إذا فيني قدر الله فيني قولون أو لا؟ إيش هي خلينا نقول الأشياء اللي أنا ممكن أحس إنه ممكن عندي هذا المرض؟ أنت تتكلمين عن أعراض القولون. أول الأعراض. أيوه. صحيح. أعراض القولون كثيرة ومتعددة، يعني إذا وجدت هذه الأعراض في مريض فهذه غالبا هي لها علاقة بمرض القولون. هذه الأعراض أهم حاجة اللي يعاني منها المريض هو الإمساك، وبالإضافة إلى آلام البطن، وهذا يكون في الجزء الأيمن أو الأيسر أو الجزء العلوي. وأحيانا مرضى القولون يعانون من الإسهال، ويعانون كذلك من الانتفاخ أو النفخة في البطن. هذا بيكون يا دكتور باستمرار، يعني ما يجي فترة ويروح كذا يعني؟ هذا الانتفاخ هو خاص بمرض القولون، ولكن هناك عدة أمراض للقولون، منها القولون العصبي وسرطانات القولون وتهيج القولون والتهابات القولون. وكل مرض معين يعطي أعراض معينة. بالإضافة إلى أعراض القولون أيضا اللي هو النزيف، أحيانا المريض يكون عنده إسهال مصاحب بالمخاط مع نزيف. وبالإضافة إلى أعراض خارج البطن، يعني ربما يكون عنده حرارة، فقدان الشهية، نقص في الوزن، ربما يكون عنده مثلا التهاب في المفاصل أو الكفين. هذه مجمل أعراض القولون. نعم دكتور، يعني يعاني كثيرين من وجود بعض الانتفاخات أو الغازات مع القولون، يعني إيش العلاج اللي ممكن الانتفاخات هو وجود غاز في القولون. نعم. أوكي. في البداية لازم نعرف ما هي أسباب الغازات هذه. نعم. الأسباب كثيرة متنوعة، فمن أسبابه هو أحياناً بلع كميات كبيرة من الطعام، بلع الهواء أثناء الأكل. نعم. بالإضافة إلى الملينات، وهنالك بعض الأمراض تسبب الغازات في القولون مثل أمراض القولون العصبي، وكذلك باستخدام الأدوية مثل الأدوية التي تستخدم لتخفيض مرض الكوليسترول زي الليبتور زي الزينيكال وبعض الأدوية. العلاج أول حاجة نعرف المسبب لهذا الانتفاخ، أحيانا ربما سبب انسداد في الأمعاء مثل السرطانات، وأحيانا يكون مثل القولون العصبي، وعندئذ نعالج القولون العصبي أو نعالج أمراض الانسدادات في الأمعاء. ممكن دكتور انسدادات الأمعاء يكون ناتج عن الأكل، بعض نوعيات الأكل مثل الأكل الصلب ممكن، أو أحيانا الإمساك. نعم. يعني وجود الإمساك، إذا الإنسان أكل ناشف وعدم شرب الماء بكميات كثيرة يؤدي إلى نوعية الأكل لها دخل، لأنها تؤدي إلى الإمساك. فمثلا الأكل المشبع بالدهون، الأكل المشبع بالأجبان تؤدي إلى الإمساك وتؤدي إلى الانتفاخ، بالإضافة إلى التوترات العصبية هي التي تسبب القولون العصبي وتؤدي إلى الانتفاخ. وعادة المرضى بيتحرر من الألم أو من النفخة بعد تحرير الغازات، وهنالك عدة أشياء للعلاجات، عدة علاجات تستخدم
لتحرير الغازات، مثلا العلاجات الشعبية البابونج، اليانسون، عدم الإفراط في استخدام الملينات، عدم الإمساك، استخدام شرب الماء بكميات كثيرة، أخذ الفواكه والخضروات. نعم. طيب دكتور خالد، إيش معنى القولون العصبي؟ إيش هو معناته؟ القولون العصبي هو مرض شائع ومرض العصر، وهذا ناتج عن اضطراب في الجهاز الهضمي، ناتج عن خلل في القولون، وهو مرض غير عضوي ويشخص سريريا بعد استبعاد الأمراض العضوية للقولون، وعادة يصيب الشباب أقل عن 45 سنة، وتكون إصابته في النساء أكثر من الشباب بنسبة الضعف، وهو ناتج عن عدة أشياء: التوتر النفسي، التوتر العاطفي، اضطرابات حسية وحركية في القولون. كنت تسألين عن العلاج أو تسألين عن أعراضه؟ لا بس عن أوكي عن أعراضه. إيش هو يعني مثلا؟ أنا دائما أفكر لما يقولون قولون عصبي من واحد يعصب خلاص يجي قولون يعني. هو بالأعراض حقه هي الألم، والألم يكون على شكل تشنجات ونوبات، ويكون في الجزء العلوي من البطن أو الجزء الأيمن أو الجزء الأيسر، ثم يكون هنالك إسهال أو إمساك، وأحيانا الاثنين معا، يعني يكون عنده إمساك إسهال أو أحيانا الاثنين معا. الشيء الثالث يكون يشابه على حد ما ألام المرارة، يعطي حرقة في المعدة، ألام شديدة يعني، أي حموضة أكثر شيء، أيوة، يعطي كمان غثيان، عدم يعطي انتفاخات في البطن. وعادة الأشخاص اللي عندهم القولون العصبي عندهم توترات نفسية أو عندهم مرض الاكتئاب، ويأخذوا مفروض يأخذوا معها مضادات الاكتئاب. نعم، هو له علاجات، علاجات الأعراض، علاجات الإمساك والتشنجات، وأهم جزء في العلاجات المرض القولون العصبي هو مضادات الاكتئاب، فتعطي نتائج بنسبة من 80 إلى 85% عالية مع العلاج النفسي مع العلاج العلاج الأعراض. نعم. لكن إذا عولج الاكتئاب أو عولج التوترات فيؤدي إلى نقصان في أو تخفيف أعراض قولون العصب. نعم. طيب دكتور خالد، يعني يصاحب مرضى القولون الله يشفيهم يا ربي، يصاحبهم دائما هنالك بعض الالتهابات المصاحبة لهذا المرض، أو نقدر نقول إيش أنواع الالتهابات وما ممكن العلاج لهذه الالتهابات؟ الالتهابات هو عبارة عن التهاب الغشاء المبطن للقولون، وهذا الالتهاب يتدرج من تهيجات إلى تقرحات، وأحيانا يكون شديد يؤدي إلى نزيف. الالتهابات أسبابها عدة، السبب الأول اللي هو ربما يكون عدوان عضوي من بعض الأحياء مثل الأميبيا والسلمونيلا، وبعض الأشياء يكون من فرط الحساسية، وهنالك عوامل وراثية مثل الالتهاب القولون التقرحي، وبعض العادات الخاطئة للأكل أو بعض الأطعمة تؤدي إلى التهاب، أو استخدام الملينات تؤدي إلى التهابات القولون. نعم. طيب دكتور معليش، الحين مرض القولون العصبي ليش بتكون نسبة النساء أعلى من الرجال في هذا المرض؟ بالنسبة للنساء، لأنه النساء عندها التوترات النفسية أكثر قابلية. صحيح. للتوترات النفسية والتوترات العاطفية. تتأثر كثير بهذه التوترات أكثر من الرجال. صحيح. بالإضافة إلى وجود الهرمونات الأنثوية اللي موجودة عندها، واستخدام حبوب منع الحمل وأشياء يؤدي إلى اضطرابات الهرمونات، أيضا تؤدي إلى تغير في المزاج النساء. هذه الصور يا دكتور ممكن تستعرض لنا يا. الحين يا دكتور، مريض القولون، هل هذا المرض لو دخل في الوراثة؟ نعم، بعض زي مثلا التهاب القولون التقرحي. نعم. أو الأسراتيف كورلايتس، هذا أحيانا تكون وراثية، الإنسان يرثها عن الوالدين أو الأقارب. نعم. بعض الأمراض القولون اللي هي ممكن ما تطرقنا لها، اللي هو السرطانات القولون، ما أدري تشرح لنا على الصور يا دكتور. أيوه، هذه الألسراتيف كولايتيس اللي. نعم. هو التهاب القولون التقرحي، ويكون التهاب في الجدار المبطن للقولون،
احنا شايفين يا دكتور لونين، لون فاتح ومن الاسفل أيوة. اللون الغامق. أي هذا ليش هذا التأثير؟ احمرار احمرار نعم. او تهيج في بطانة القولون نتيجة عن وجود خلايا تهاجم او بعض المضادات بعض المضادات تحارب او تهاجم نعم. الغشاء المبطن نعم. هذا اللون الاحمر عبارة عن تهيج في القولون طبعا، وعادة يصيب الجهة اليسرى والمستقيم نعم. ويكون معه نزيف، يكون معه اسهال، مخاط مع البراز. هذه كلها اعراض. هذه ايش اعراض هذه الاعراض اللي حضرتك ذكرتها؟ هذه اعراض متقدمه او اعراض اوليه للقولون؟ بالنسبه للنزيف والتقرحة نعم. لا اعراض متاخره جدا. بس هو بس هذه الامراض تنتهي انه يتحول الالتهاب الى سرطانات. يعني الالتهاب التقرحي للقولون بالإضافة إلى نقصان الوزن والإسهال ووجود الدم مع البراز اللي هو أكثر مضاعفاته إنه يتحول هذا في فترة ما إلى سرطان للقولون. طيب دكتور التدخل المبكر ممكن يتجنبنا التدخل؟ أول حاجة التشخيص، إحنا بنشخص ناخذ أول حاجة التشخيص وعدم الخلط بينه وبين الالتهاب البكتيري أو التهاب الأميبي للقولون، انه بناخذ عينه من البراز نسوي مناظير للقولون واخذ خزعه، بالاضافه الى عمل الاشعاعات اللازمه زي الاشعه المقطعيه. لكن العلاج من تشخيص بالمنظار القولون نعم. واخذ الخزعه هو من الاشياء المهمه، وهو الذي يؤدي الى تشخيص يعني واضح لالتهاب القولون التقرحي او الالسراتيف كولايتس. نعم. طيب دكتور هل في هناك المرضى القولون أكل معين لازم الدكتور ينصحهم فيه أو نظام غذائي معين؟ هو الحمية الغذائية دائما وشرب السوائل هذه هي الجولد ستاندر في أمراض القولون. صحيح. بالإضافة إلى مراجعة الطبيب، يعني أي مريض بالقولون لازم يراجع الطبيب مراجعة دورية. مراجعة بعد الطبيب كل كم؟ نعم. بعد كل كم؟ هو أول زيارة ما يحدد بعدها عدد الزيارات على حسب حالة وعلى المريض حسب حالة المريض. تجنب الإمساك. نعم. الإمساك تجنبه بشرب السوائل، الأكل الغني بالألياف، الأكل الغني. تكتبون ملينات للمريض القولون؟ يعتمد على نوع المرض اللي عنده. زي التهاب التقرحي هذا ما بنعطيه ملينات مثلا لانه اوريدي عنده اسهال وعنده كذا، لكن الامراض اللي القولون اللي عندهم امساك نعم. بنعطيهم الملينات حتى امراض القولون العصبي. الشيء الثاني اللي هو بحاول اني يعني اقول انه عدم استخدام الملينات لفتره طويله. صحيح. هي ظاهره غير صحيه، يعني لازم ممكن تكون ياخذ ملينات طبيعيه، ياخذ المنيات الطبيعيه اللي هو تغيير الاكل، يعني عباره عن تغيير نمط الاكل. نعم. عدم الاكل الاجبان، الدهون المشبعه، الفاست فود النوعيه، هو بس تغيير في الاكل وما بيحتاج حتى ملينات. نعم دكتور كيف مريضه القولون عادي تمارس حياتها طبيعي، تحمل وتخلف، ولا في نسبه تنقل المرض للاطفال يعني للجنين؟ لا هي الطبيعه عاده بس انه معالجتها، لان يعني العلاج معرفه المرض او المعالجه المبكره، ومن ثم تقدر تعيش يعني حياه طبيعيه عادي. نعم جميل. يعني نشكر لك يا دكتور كميه المعلومات الهائله، وان شاء الله نسال الله السلامه للجميع المشاهدين. كان معنا بالاستوديو ضيفنا الدكتور خالد علي الحازمي، استشاري جراحة العامة وجراحة المناظير وجراحة القولون والمستقيم. شكرا جزيلا لحضورك. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا.